جلالة الملك في 7/3/2007 في الكونغرس الأمريكي، عندما غض العالم ولم يسمع كلام الملك، وكانوا كما وصفهم القرآن الكريم صم بكم لا فهم لا يعقلون. قال لهم بالحرف الواحد: القضية الفلسطينية هي القضية المحورية في الشرق الأوسط، وخاطبهم في عقر دارهم مجلسي الشيوخ الكونغرس، وقال لهم: إذا لم تحل القضية الفلسطينية على مبدأ العدالة والمساواة وحل الدولتين، سوف كل العالم يتأثر بما ينجم عنها من تبعات.